طيب انا هحاول على قد ما اقدر انا وكريم نستفيد بوجود حضرتك، تسالك اسئله متنوعه. يلا بينا. يعني نروح للاكلات دلوقتي والفاكهه تحديدا، بما ان احنا بنتكلم عن الصيف. البعض بيختلف، يعني بيختلف، بيقول لك الموز مش كويس، لا التين اللي مش كويس، لا العنب بيتخن. نعمل ايه؟ ناكل الفاكهه اللي احنا عايزينها ولا ناكل بنسب ولا في اضرار فعلا من فاكهه معينه؟ خلينا نفصل ما بين حد بيمارس تجربه تغذيه علاجيه انه هو بيخس، وما بين شخص بياكل اكل هيلثي صحي مطلوب. تمام. أوكي. لو انت بتخس فالدكتور هو الكفيل ان هو يطلعك من التجربه دي. احنا بيبقى عندنا شويه قيود، القيود دي بتبقى مرتبطه، يعني انا زي ما قلت لك مثلا شخص بيعاني مثلا من كبد دهني، مثلا عنده دهون على الكبد، فدايما المتهم في الدهون على الكبد بتبقى الكربوهيدرات منها الفاكهه، فبيبقى في شويه تقنين لانواع الفاكهه معينه اللي بترفع المعدل الجلايسيمي في الجسم. فده عندي حاله مرضيه، شخص مثلا معدل السكر عنده مش منتظم، فانا اقدر اقول العنب والتين والموز اللي هي الحاجات اللي بترفع السكر بصوره عاليه، لا انا هبدا اقلل منها لغايه لما اقدر اتحكم في ارقام، طالما عندي حاله مرضيه انا بتعامل معاها. غير الشخص اللي بيمارس حياه طبيعيه بياخد الفيتامينات والمعادن، يعني انا همنع الموز، طب انا همنع الموز ده مصدر من المصادر الرئيسيه للبوتاسيوم، وده معدن من المعادن القويه جدا في شغل العضلات. لو حتى بيتمرن حتى لو الشخص الطبيعي، ما هو البوتاسيوم ده من ضمن المعادن اللي حصل فيها خلل، لا انت هتعرف تنام ولا انت هتعرف تمارس نشاطات، وهتلاقي نفسك بتقوم من النوم عندك تقلصات في العضلات وكرامبات بصوره عشوائيه، انت ما بتلعبش اي نوع من انواع الرياضه، وبالتالي بيجي لك تقلصات بسبب خلل في البوتاسيوم ده. فانت ما بتاخدش الموز، فانا قررت ان انا كدكتور امنع عنك الموز، لازم يبقى عندي بديل للبوتاسيوم زي البطاطا مثلا، يبقى عندي الموز وعندي البطاطا. فانا هي الفكره، اللعبه هنا. طب انا شخص ما عنديش مشكله ووزني متزن وحياتي السلوكيه، ايه المانع ان انا اخد عنب، وايه المانع ان انا اخد تين، وايه المانع ان انا اخد الحاجات دي كلها؟ انا محتاج لكل ده، بس هي بتفرق بقى في عمليه التوقيت. يعني انا مثلا ما اجيش مثلا اخر اليوم واخد كميه عنب كبيره، اصل انا مش محتاج الطاقه دي كلها في اخر اليوم، انا محتاج الطاقه دي في اول اليوم، فانا اقدر اخد العنب مثلا في وجبه الفطار او ما بين وجبه الفطار. هي النفس يا دكتور، هي النفس اللي بتتغلب فينا. هو الشيطان فجاه تبقى عارف لا تلاقي نفسك رايحه لحاجه، ليه ما تعرفش؟ ما هي النفس بالتعود، زي ما قلت لك انت معود جسمك على ان انت ما تاكلش بعد الساعه 8. لو انت بتمارس مثلا نظام زي الصيام المتقطع، انت مش جسمك مش هيطلب منك بعد الساعه 8، هو خلاص اتعود على النظام. لما يتعود بقى كمان هياخد شهور عشان يتعود، صح؟ لا مش شهور، مش للدرجه دي، احنا بنتكلم من 15 ل 20 يوم الجسم بيبدا خلاص يسيستم نفسه. هو الجسم كل وظيفته ان معاليك تسرفايف، انك تعيش اطول فتره ممكنه، فهو بيكيف نفسه على اي وضع انت بتحطه فيه، حتى زي ما قلت لك حتى لو لا قدر الله غير صحي. أوكي. هو بيكيف نفسه عشان تقدر تعيش اطول فتره ممكنه.